السابقة اللي لعب برفقة باريس سان جيرمان، ستراسبورغ، لين، ستاد بريتس، تورينتو الكندي، ومجموعة من الأندية وحول خطير. المنتخب الوطني المغربي وليد زارو، وليد زارو يقدم كشوفاته واعتماده في هذه المقابلة كأساسي أكيد في مستوى التطلعات من خلال هذه المحاولة. المتابعة كتجيب بالشكل الجيد، شوف لمسة كانت من جانب وليد الكرتي للوداد الآخر رضا الهجوج اللي قدم كرة على طبق من ذهب لوليد زارو يتمكن من تسجيل الهدف الأول لفائدة المنتخب الوطني المغربي على حساب منتخب ليبيريا في حدود الدقيقة 11. أيها السادة والسيدات، هدف السابق للكرة للشيبي، العرضية بدأت الطريقة الراسية. وليد أزارو يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي والهدف الشخصي الثاني لهذا اللاعب. يبدو بأنه يصر وليد أزارو على تقديم أوراق اعتماده في هذه المقابلة وكسب ثقة الناخب الوطني جمال السلامي، ولما لا مستقبلا إيرفي رونار باعتبار أنه الفرصة المتاحة لهذه اللاعبين ستترك أكيد فرص أخرى للتواجد رفقة منتخب الكبار. أكيد كنتابعوا المحاولة والطريقة تشكل خطورة على المنتخب الوطني. تابعوا بهذه الطريقة المعتة الراسية، محاولة هناك ارتباك والهدف، هدف 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 للمنتخب الليبري، هدف للمنتخب الليبري. هذا اللي تحدث عليه، قلت بأنه ربما يعتمد على هذا الكرة ليحرك ساكنا ويسجل الهدف الأول. بالفعل المنتخب الليبري كنتابعوا ردة فعل، ردة فعل من جانب من عدا غلاي هو اللي سجل، لاعب رقم 5 في صفوف منتخب ليبيريا. شفنا كان ارتباك في الدور الدفاعي للمنتخب الوطني. كيسجل ديركير غلاي يسجل الهدف الاول لفائده منتخب ليبيريا. هذا يخلي المنتخب الليبيري انه يبحث على هدف التعادل، يخلي المقابلة يبحث عن هدف التعادل. المنتخب الوطني فرصة، فرصة جول. وليد زارو الثلاثية في شباك المنتخب الليبري كيتمكن من تسجيل الهدف الثالث. شوف بهذه الطريقة العرضية والراسية في المكان المناسب، شوف شوف هنا العرضية تعبت من جانب الشيبي وعلى المقص في اتجاه اللاعب وليد زارو بنفس طريقة الهدف الثاني يتمكن من تسجيل هدف ثالث شخصي له في هذه المقابلة ولفائدة المنتخب الوطني. كما قلت انه في هذه المقابلة يقدم اوراق اعتماده على مستوى خط هجوم المنتخب الوطني. برافو برافو، يغادر وليد زارو وتغيير من جانب اكيد جمال السلامي. نشوف هنا محاولة، فرصة فرصة فرصة، هدف جول لفائدة المنتخب الليبري. يستغل خطأ فادح سوتيفا، وبغى يتابعوا الإعادة من اللاعب اللي دخل قبل لحظات دامي ميل. هذا دخل قبل لحظات، يعني كنظن في اول لمسه كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني امام انتار هذا الكبير شورجويه، اكيد اللي عنده علاقه جميله صراحه مع المسؤولين على كره القدم الوطنيه. شفناه بمدينه العيون، شفناه في كيت في المباراه الدوليه اللي غتبقى دائما تاريخيه على مستوى المباريات التي نظمت بارض المملكه على صعيد القارة الإفريقية. كان حاضر هذا الاسم إلى جانب اسماء أخرى كديبقي، يبحث لتسجيل هدف رابع، هدف سيؤمن نتيجة هذه المقابلة لفائدة المنتخب الوطني. والتنفيذ من أشرف بن شرقي، جول للمنتخب
المنتخب الوطني 4-2 في مباراة تأكيدية ودية، هي حبية أمام المنتخب الليبري، لكن عندها مجموعة من المكاسب ومجموعة من المنافع التي ستعود على أداء هذا اللاعبين، وكذلك ستضع الناخب الوطني جمال السلامي وكذلك إيرفي رونار على